رد فعل سرايا السلام التي هي الجناح المسلح للتيار الصدري، جاهزون فانتظرونا. أنت عندما تسمع جهة مسلحة تقول لك جاهزون فانتظرنا، ايش تنتظر من عندها؟ لغة سياسية مثلا، هي جناح مسلح، لا تتعامل بالدبلوماسية والسياسة، يعني تتعامل بلغة الرصاص والبنادق. نحن بالتأكيد لا نقبل بهكذا تصريحات، لأن نحن يجب بناء عراق بعيد عن هكذا تصريحات. نحن أصلا أساس مشروع السيد الصدر هو يعني سحب السلاح وجعل السلاح بيد الدولة، هكذا تصريحات أكيد لا نقبل بها والشارع لا يقبل بها، لكن لا نعلم ما هي ردود فعل التي جعلت من سرايا السلام تقوم بهكذا تصريح. نحن نطمح إلى أنه الذهاب باتجاه تشكيل حكومة أغلبية هي الأفضل. القوى الكردية تقول أبوابنا ليست مغلقة ومفتوحة، سيد الصدر يقول أبوابنا ليست مغلقة ومفتوحة، باقي القوى السياسية أبوابنا ليست مغلقة ومفتوحة، كل الأبواب طلعت مفتوحة، ولكن بواقع الحال كلها مزودة وسودة مصخمة. شو السالفة؟ من اللي غالق هذه الأبواب إذا كان الجميع يريد أن يفتح هذه الأبواب، أو الجميع يقول أن أبوابه مفتوحة؟ من أغلق هذه الأبواب إذن؟ الذي أغلق الأبواب وإن كانت مفتوحة هو تقاطع الأجندات وتضارب الأجندات وتقاطع المصالح، أقولها بصراحة. لربما جميع القوى السياسية قاطبة، لا أستثني أي قوى سياسية لديها مصالح ولديها أجندات، ولربما بعضها يعني شرعية باعتبار هو نظام وحزب سياسي لديه أهداف سياسية يريد أن تترجم في النظام السياسي حتى يكون لديه ظل في الدولة العراقية. الأهم هو لا ندخل العراق في حقل تجارب، العراق ليس حقلا للتجارب حتى نذهب إلى التجارب. يجب أن نضع خطة سياسية اقتصادية مدنية مهمة جدا للدولة العراقية في المرحلة المقبلة. لذلك عندما دعوت إلى التأني والتريث والعقلانية كنت أقصد بأن لا ندخل العراق إلى حقل تجارب، على العكس يجب أن نجتمع ونذهب إلى اصطفاف سياسي يتبنى الميثاق الوطني، العقد السياسي الوطني كما أسلفه الضيف الكريم وقاله فخامة رئيس الجمهورية قبل الانتخابات، ومن ثم نذهب إلى تعديل الدستور ونهيئ الأرضية الملائمة لعدم إدخال العراق في المرحلة المقبلة إلى انسداد سياسي كما هو عليه الآن. هذا هو الحل، هذه خارطة الطريق التي ذكرها برهم صالح. لربما ليس هناك خيار آخر سوى هذه الخارطة.